بسم الله الرحمن الرحيم، لغة فرنسية. ومع هذه الفقرة من على موقع جريدة The Minute. عندنا في هذا العنوان: لو فيلو كارغو est une alternative à la voiture selon la région Île-de-France. إذا نتكلم عن لو فيلو كارغو، كارغو طبعا في الأصل تطلق على نوع من السفن مخصص للشحن. إذا كارغو في الأصل تطلق على نوع من السفن مخصص للشحن يسمى كارغو. طبعا أيضا كلمة كارغو تطلق على ما يتم شحنه. طبعا كلمة كارغو يطلق أيضا على ما يتم شحنه مثلا في السفن أو في الطائرة. إذا عندنا لو فيلو كارغو، إذا نتكلم عن نوع من الدراجات يسمى كارغو، أكيد أنه سيكون مخصص للشحن. إذا عندما نتحدث عن لو فيلو كارغو، إذا أكيد أننا نتحدث عن نوع من الدراجات مخصص للشحن يسمى لو فيلو كارغو. إيت أون ألتيرناتيف، إذا هاد لو فيلو كارغو إيت أون ألتيرناتيف، هي بديل. الترناتيف المقصود بها بديل، إذا هي بديل لأي شيء. على فواتور، هي بديل للسيارة. إذا لو فيلو كارغو إيت أون ألتيرناتيف على فواتور. إذا هاد النوع من الدراجات الذي يسمى فيلو كارغو هي بديل للسيارة. سولون لا ريجيون إيل دو فرانس، طبعا هاد الكلام حسب جهة إيل دو فرانس. كما نقول جزيرة فرنسا، طبعا نتحدث عن منطقة تابعة لفرنسا تسمى إيل دو فرانس. ثم عندنا ترانسبور نقل، إيل دو فرانس موبيليتي. إذا نتكلم عن جهة تسمى إيل دو فرانس موبيليتي. كما نقول جزيرة فرنسا موبيليتي حركة، جزيرة فرنسا حركة أو حركة جزيرة فرنسا إلى غير ذلك. إذا نتكلم عن حركة تنسب لهذه المنطقة، طبعا هو مجرد اسم خاص بواحد المؤسسة إيل دو فرانس موبيليتي. إذا نتكلم عن جهة تابعة لهذه المنطقة تسمى إيل دو فرانس موبيليتي. كما نتكلم عن إيل دو فرانس حركة، طبعا نتكلم هنا عن مؤسسات تعنى بالنقل، إذا تسمى إيل دو فرانس موبيليتي. إذا نتكلم عن جهة رسمية تعنى بالنقل بهذه المنطقة، بمنطقة إيل دو فرانس، تسمى إيل دو فرانس موبيليتي. كما نلاحظ هنا عندنا ترانسبور نقل إيل دو فرانس موبيليتي، إذا نتكلم عن هذه الجهة. va proposer أنها ستقترح، ستقترح 530 فيلو، 530 فيلو كارغو. إذا ستقترح 530 دراجة من نوع كارغو، طبعا مخصصة للشحن، على لوكاسيون، على لوكاسيون للكراء. avec trois modèles au choix، مع ثلاثة أنواع أو مع ثلاثة موديلات au choix للاختيار. إذا كما قلنا إيل دو فرانس موبيليتي va proposer 530 فيلو كارغو à la location avec trois modèles au choix. Et donc, comme on a Île-de-France Mobilité va proposer 530 vélos cargo à la location avec trois modèles au choix. طبعاً هذه الجهة التي تعنى بالنقل بمنطقة Île-de-France ستقترح 530 دراجة كارغو من النوع المخصص للشحن à la location. طبعاً نتكلم عن لو فيرب لوي. لوي يعني أنك تكتري. في الاسم عندنا location. avec trois modèles au choix. مع ثلاثة موديلات للاختيار. ستيفان بودي فيس بريزيدون اون شارج دي ترانسبور اي دي موبيليتي دورابل على ريجيون ايل دو فرانس، النائب الرئيس اون شارج المكلف. اذا كما نقول المسؤول او المكلف اون شارج ستيفان بودي. اذا هذا ستيفان بودي فيس بريزيدون يعني انه نائب الرئيس، فيس بريزيدون يعني انه نائب الرئيس، اون شارج نائب الرئيس، اون شارج المكلف دي ترانسبور المكلف بالنقل، اي دي موبيليتي ومكلف بالحركه، اي دي موبيليتي ومكلف ايضا بالحركه. دورابل المستدامه، دورابل يعني المستدامه، يعني كما نقول المستمره. نتكلم احيانا عن الطاقه المستدامه، الطاقه التي تاتي مثلا من الشمس او من الرياح، لا تحتاج لوقود مثلا. بنفس الطريقه هنا نتحدث عن النقل الذي يمكن ان يستمر بدون تزويده بطاقه، بدون تزويده مثلا ببنزين أو بأي نوع آخر من مصادر الطاقة. فيس بريزيدون أون شارج دي ترونسبور إي دي موبيليتي دورابل أ لا ريجيون إيل دو فرانس. إذا نتكلم عن نائب الرئيس المكلف بالنقل وبالحركة دورابل المستمرة أو المستدامة، المستمرة أو المستدامة أ لا ريجيون إيل دو فرانس بمنطقة إيل دو فرانس. إذا هذا النائب الرئيس المكلف بالنقل وبالحركة المستدامة à la région Île-de-France بمنطقة Île-de-France. détail c'est le verbe détailler يعني أنه يفصل، détailler فصل، détail la nouvelle offre
يعني أنه يفصل العرض الجديد لنوفيل أوفر دي طي لنوفيل أوفر، يعني أنه يفصل العرض الجديد دي طي لنوفيل أوفر، يعني أنه يفصل العرض الجديد. نتكلم أحيانا عن لوفير أوفخير يعني فعل عرضة. دي طي لنوفيل أوفر يعني أنه يفصل العرض الجديد. نتحدث أحيانا عن لوفير أوفخير فعل عرضة، فعل عرضة يعني أنك تعرض ملابس، تعرض منتوجات، تعرض سلع إلى غير ذلك. إذا نتكلم عن لوفير أوفخير، نتكلم أحيانا أيضا عن لوفر إلى دوموند، العرض والطلب، العرض والطلب. هناك سلع تعرض وهناك حاجيات تطلب هاد السلع. إذا دي طي لنوفيل أوفر فيليغو، إذا هاد الشخص، إذا نائب الرئيس مكلف بالنقل، دي طي لنوفيل أوفر فيليغو يفصل في العرض الجديد لفيليغو. دي طي لنوفيل أوفر فيليغو يفصل في العرض الجديد فيليغو. إذا هو يفصل في عرض فيليغو الجديد، هو يفصل في عرض فيليغو الجديد. فيليغو طبعا كمان نقول نوع من الدراجات، أو كمان نتكلم عن مشروع دراجات يرمي لهاد الغاية، ألا وهو تجنيب هاد المنطقة، هاد الاكتضادات التي تقع في الشوارع، ألا وهو تجنيب المنطقة اكتضادات السيارات. إذن طبعا هذا المشروع هو يرمي إلى أن تتجنب المنطقة تلك الاكتضادات المعروفة في الشوارع من طرف السيارات. ما نلاحظ هنا في خبر سابق يعود ل 2018 25 ديسمبر 2018، Veligo, tout savoir sur le vélo électrique de location qui veut vous mettre le pied à l'étrier. Et tout savoir, كل معرفة المقصود كل ما يجب معرفته. Tout savoir, tout savoir كما نقول كل معرفة المقصود كل ما يجب معرفته sur le vélo électrique حول الدراجة الكهربائية de location, de location طبعا للكراء المخصصة للكراء de location للكراء qui veut التي تريد المقصود التي تهدف كيف المقصود التي تريد. كما نتكلم هنا عن هاد النوع من الدراجات التي تريد المقصود أنها تهدف كيف التي تريد ضمتر لبي أليتخيي يعني أنها تريد أن تضع رجلك أليتخيي. إذا نتكلم عن أليتخيي المقصود بديك الحلقة اللي تتكون في جنب السرج لموضوع الفرس من أجل الركوب، أنك تضع فيها رجلك ثم تركب، إذا تسمى أليتخيي. طبعا كما نقول هنا للانطلاق كي فو ميتر لو بي ا ليتري التي تريد فو ميتر لو بي ا ليتري التي تريد ان تجعلك تنطلق المقصود التي تهدف الى ان تجعلك تنطلق. تو سافوار سور لو فيلو الكتريك اذا كل ما يجب معرفته حول الدراجه الكهربائيه دو لوكاسيون للكراء المخصصه للكراء كي فو ميتر لو بي ا ليتري كي فو ميتر لو بي ا ليتري التي تطمح لأن تجعلك تنطلق. ما معنى هذا؟ طبعا هم يضعون هذه الدراجات للكراء من أجل أن يألفها الناس ثم يشترونها وبالتالي فهم ينطلقون. إذن هذا هو المقصود بهذا الكلام. إذن هم يضعون رهنة إشارة الناس هذه الدراجات للكراء من أجل أن يألفوها ثم يشتروها بالمرة وكأنهم ينطلقوا. إذن نتكلم هنا عن إيل دو فرانس موبيليتي كما رأينا قبل قليل. إذن نتكلم عن الجهة كونت ماركي لاني 2019 أنها تحسب المقصود أنها تخطط. إذن كونت ماركي لاني 2019 إذن هي تخطط لأن تطبع سنة 2019 دو سون امبخانت ببصمتها دو سون امبخانت ببصمتها أون ميتون بلاس أون ميتون أون بلاس كما نقول أنها تضع في المكان المقصود أنها تجهز أنها تجهز أن تموين المقصود أن تضع رهن إشارة الناس أن تنوفو سيرفيس. إذا كما نتكلم عن خدمة جديدة بالمرة، خدمة جديدة أن تنوفو سيرفيس. إذا نتكلم عن خدمة جديدة بالمرة كما نقول دو فيلو إلكتريك ديسبونيبل. إذا ستضع رهن إشارة الناس خدمة جديدة بالمرة دو فيلو إلكتريك لدرجة كهربائية ديسبونيبل كما نقول أن متوفرة ديسبونيبل متوفرة à la location متوفرة للكراء durant une période donnée durant une période donnée على مدة. طبعا نتكلم عن الverb durer احيانا استمر في واحد الوقت استمر لوقتين. اذا نتكلم عن الverb durer durer المقصود به استمر لوقتين. نقول مثلا l'assemblée a duré une heure. اذا نتكلم عن الاجتماع مثلا انه دام ساعة نتكلم عن الverb durer يعني استمر لوقت ما استمر لزمن ما. نقول مثلا l'assemblée a duré une heure
يعني أن الاجتماع دام ساعة. أحيانا نتكلم عن لا ديوغي يعني المدة، المدة الزمنية تسمى لا ديوغي. طبعا هنا نتكلم عن ديوغون، ديوغون يعني أثناء، كما نقول في وقت كذا. إذا نتكلم هنا عن إيل دو فرانس موبيليتي كونت ماركي لاني 2019 دو سون أمبرانت وميتون أون بلاس أن تو نوفو سيرفيس دو فيلو إلكتريك ديسبونيبل على لوكاسيون ديوغون أون بيريود دوني. ديوغون أون بيريود دوني، أون بيريود نتكلم عن فترة زمنية، أون بيريود أثناء فترة زمنية دوني معطات، معطات يعني معينة بمعنى آخر، أثناء فترة زمنية معينة. إيل دو فرانس موبيليتي تستعد لأن تطبع 2019 ببصمتها أو ميتو أون بلاس واضعة، رهنا إشارة الناس أو كما نقول أن مموينة أو مهيئة أن تونوفو سيرفيس، أن تونوفو سيرفيس إذا نتكلم عن خدمة جديدة بشكل كبير دو فيلو إلكتريك ديسبونيبل لدراجات كهربائية. دو فيلو إلكتريك، دو فيلو إلكتريك لدراجات كهربائية ديسبونيبل متوفرة على لوكاسيون، متوفرة للكراء ديغون اون بيريود دوني لفترات معينة، لفترات معينة. اوبجيكتيف الهدف من هذه العملية ديفلوبي لو ريزو دي دوغون هو تطوير شبكة، تطوير شبكة دي دوغون للعجلتين. ديفلوبي لو ريزو دي دوغون إذا نتكلم عن تطوير شبكة العجلتين، إذا لي دوغون المقصود بها هي الأشياء ذات العجلتين، لي دوغون المقصود بها الأشياء ذات العجلتين، غالبا نرمز بها إلى الدراجة، غالبا نتحدث عن الدراجة النارية أو الدراجة الهوائية المدفوعة بالرجل. إذا عندما نتحدث عن ديفلوبي لو ريزو دي دوغون المقصود بها تطوير شبكة الدراجات ذات العجلتين، إذا المقصود بها تطوير شبكة الدراجات ذات العجلتين. إذا ديفلوبي لو ريزو دي دوغو، إذا هذا هو الأوبجيكتيف، الهدف هو ديفلوبي لو ريزو دي دوغو. إذا نتكلم عن تطوير شبكة الدراجات إلكتريفيي، إلكتريفيي كما نقول مكهربة. إذا نتكلم عن دي دوغو إلكتريفيي، إذا نتكلم عن الدراجات المكهربة لي دوغو إلكتريفيي المقصود بها، كما نتكلم عن ذوات العجلتين المكهربة، دوات العجلتين المكهربة. طبعا دوات العجلتين المقصود بها الدراجات كما قلنا اون ديكلونشو انك داشا. اذا ديفلوبي لو ريزو دي دوغو الكتريفي تطوير شبكة دوات العجلة المكهربة يكون بأي طريقة اون ديكلونشو انك داشا، اون ديكلونشو انك داشا يعني بإطلاق عملية شراء، بإطلاق عملية شراء. ديكلونشي المقصود بأنك تجعل شيئا يعمل، هذا هو المقصود بفعل ديكلونشي، ديكلونشي ديكلونشي أنك تجعل شيئا يعمل، مثلا تجعل جهاز يعمل. إذا نتكلم عن لو فيرب ديكلونشي، طبعا هنا اون فا ديكلونشي بيان سور لاكت داشا بور ديفلوبي لو ريزو دي دوغو إلكتريفي. إذا طبعا هنا سيتم العمل على جعل شيئا يعمل اللي هو عملية الشراء بهدف تطوير شبكة دوات العجلتين المكهربة. إذا نتكلم هنا عن شراء الدراجات الكهربائية ثم استعمالها بدل استعمال السيارات. إذا كما نلاحظ هذا نوع من الدراجات، إذا هذا نوع من الدراجات طبعا المستهدف. إذا نتكلم عن شبكة الدراجات، إذا نتكلم عن ليز اسباس فيليغو اون إيل دو فرانس، ليز اسباس فيليغو اون إيل دو فرانس. إذا منطقة إيل دو فرانس تتوفر على عدة فضاءات أو عدة أماكن مخصصة لكراء هذا النوع من الدراجات وبالتالي شرائها فيما بعد من أجل التقليل من الاكتظاظات في الشوارع من طرف السيارات. إذا طبعا نتكلم عن هذا النوع من الدراجات كما نلاحظ، إذا عنده صندوق أمامي، إذا نتكلم هنا عن تريبورتور، كما نتكلم عن دراجات عجلة ثلاث، تخي تعني ثلاثة. إذا نتكلم عن تريبورتور، إذا نتكلم عن تريبورتور، إذا نتكلم عن دراجة حاملة للشحن مخصصة للشحن بثلاث عجلات. إذا عندنا هنا 530 فيلو كاغو فون كومبليتي لوغ فيليغو، إذا نتكلم عن 530 دراجة كاغو من هذا النوع فون كومبليتي أنها ستتمم، أنها ستكمل لوغ فيليغو العرض فيليغو. 3 موديل سون ا ديسبوزيسيون، 3 موديل سون ا ديسبوزيسيون، إذا نتكلم عن ثلاثة موديلات أنها رهن الإشارة، 3 موديل سون ا ديسبوزيسيون، إذا نتكلم عن ثلاثة موديلات أنها رهن الإشارة.
3 موديل سون ا ديسبوزيسيون. اذا نتكلم عن ثلاثه موديلات انها رهن الاشاره ان تري بورتور، نتكلم عن دراجه ثلاثيه العجلات ان بي بورتور ان بي بورتور. اذا نتكلم عن دراجه ذات عجلتين ان موديل دي. ثم هناك موديل او نوع اخر دي يقال له غالونجي، يقال له غالونجي. لو فيرب غالونجي المقصود به انك تضيف الطول، لو فيرب غالونجي المقصود به انك تطيل، لو فيرب غالونجي يعني انك تضيف الطول. لو فيرب غالونجي المقصود به اطال يعني انك تضيف الطول. كما تنقولوا حنا انك تتجبد، تتجبد شي حاجه. اذا هنا عندنا غالونجي المقصود به انها مجبده يعني انها طويله، المقصود انها طويله. غالونجي كما نقول اننا اضفنا لها طولا، غالونجي كما نقول ان مضاف لها في الطول غالونجي. اذا كما نقول انها طويله. ايل سوغون ديبلوي، اذا هي ستظهر او برومي تريميستر 2021. ايل سوغون ديبلوي، اذا هي ستظهر او برومي تريميستر طبعا في الفصل الاول 2021. وهذا النوع من الدراجات ستظهر في اول فصل من 2021. لو فيلو كارغو ايت اون اوتر فاصون دو فوار لو ترونسبور دون لا فيل. اذا لو فيلو كارغو، اذا نتكلم عن دراجة كارغو، ايت اون اوتر فاصون دو فوار لو ترونسبور دون لا فيل، اذا هي طريقة أخرى لرؤية النقل في المدينة. عندما يتم نشر هذا النوع من الدراجات وعندما تكثر في الطرقات، إذا أكيد أن النقل سيتغير وسيبدو المظهر أحسن كما نقول. إذا لو فيلو كارغو est une autre façon de voir le transport dans la ville. إذا كما نقول هنا بأن دراجة كارغو هي نوع آخر من رؤية النقل، هي نوع آخر للرؤية للنقل dans la ville في المدينة. إذا كما نتكلم هنا عن رؤية النقل بنظرة جديدة، بنظرة أحسن كما نقول. كما نقول بأن الناس سينظرون إلى النقل في المدينة ويتحسن. لو فيلو كارغو est une autre façon de voir le transport dans la ville. دراجة كارغو هي نوع جديد من رؤية النقل في المدينة. سو ريجوي ستيفان بودي فيس بريزيدون اون شارج دي ترونسبور اي دي موبيليتي دورابل ا لا ريجيون ايل دو فرانس. سو ريجوي، نتكلم على لو فيرب سو ريجوير، اذا نتكلم عن فرح. سو ريجوير هذا فعل فرحة، اذا سو ريجوي المقصود بانه يفرح. سو ريجوي ستيفان بودي يعني ان ستيفان بودي يفرح، يتكلم فرحا. اذا سو ريجوي ستيفان بودي المقصود بان ستيفان بودي يفرح متحدثا. إذا سوغيجوي ستيفان بودي المقصود بأنه يفرح متحدثا. ستيفان بودي فيس بريزيدون أون شارج دي ترونسبور إي دي موبيليتي دورابل أ لا ريجيون إيل دو فرانس. إذا نتكلم عن نائب الرئيس المكلف بالنقل إي دي موبيليتي وبالحركة دورابل المستمرة أو كما نقول المستدامة دورابل. ومن كلمة دور كما رأينا قبل قليل يعني أنه يستمر لوقت ما، دورابل كما نقول أنه يستمر لوقت أطول. دوغابل كما نقول انه يستمر كثيرا، دوغابل كما نقول انه يستمر في الوقت كثيرا. اذا نتكلم عن النقل والحركه كما نقول التي تستمر لوقت طويل. على ريجيون ايل دو فرانس، على ريجيون ايل دو فرانس بمنطقه ايل دو فرانس. لامبيسيون دو لا كوليكتيفيتي اي دو ميتر ان سيل لي فرانسيليان اي فرانسيليان بور كيل اوبت بور لو فيلو دون لور ديبلاسمون كوتيديان. اذا لامبيسيون، اذا الطموح de la collectivité. إذا طموح الجماعة إدوميتر سيل هو الوضع على السرج، المقصود أن يركب. إدوميتر سيل هو الوضع على السرج. لا سيل مقصود به السرج، سرج الدراجة أو السرج الموضوع على الحصان أو السرج الذي يوضع على الحصان يسمى سيل، يسمى لا سيل. إذا لومبيسيون دو لا كوليكتيفيتي، إذا طموح الجماعة إدوميتر سيل هو الوضع على السرج، المقصود هو أن يركب، هو الدفع بالناس ليركبوا. طموح الإدارة كما نقول بهذه المنطقة إي دو ميتر أون سيل هو أن يضعوا على السرج، المقصود أن يضعوا على الركوب لي فرونسيليان إي فرونسيليان، هو أن يضعوا الأشخاص المنتمون إلى إيل دو فرانس. من الذكور يسمون فرونسيليان ومن الإناث تسمى فرونسيليان. إذا لي فرونسيليان إي فرونسيليان، إذا نتكلم عن الذكور والإناث المنتمون إلى إيل دو فرانس، المنتمون إلى منطقة إيل دو فرانس. الذكور يسمون فرونسيليا، الإناث تسمى فرونسيليان. إذا طبعا طموح الجماعة هو أن تضع هاد لي فرونسيليا، ثم لي فرونسيليان أون سيل، أون سيل على السرج، المقصود أن يركبوا الدراجة،
المقصود أن يركبوا ويعتادوا ركوب هذه الدراجة. Pour qu'il opte, pour qu'il opte, pour qu'il opte, من أجل أن يختاروا ويتوجهوا كما نقول. Pour qu'il opte, من أجل أن يختاروا ويتوجهوا. طبعا نتكلم عن لوفيرب أوبتي. لوفيرب أوبتي أنك تختار وتتوجه إلى جهة معينة وتتوجه في توجه معين. إذن من أجل أن يختاروا ماذا؟ Pour qu'il opte pour le vélo. Pour qu'il opte pour le vélo. من أجل أن يتوجهوا من أجل الدراجة. المقصود إلى الدراجة. Dans leur déplacement. Dans leur déplacement. كما نقول في تنقلهم كوتيديه اليومي. في تنقلهم اليومي. في تنقلهم اليومي. في تنقلاتهم اليومية. إذن طموح الجماعة هنا هو أن يركب المنتمون إلى إيل دو فرانس أن يركبوا الدراجة ويعتادوها في تنقلاتهم اليومية. إذن حتى لا نطيل نكتفي بهذا القدر، حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.